وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب كلثم الحايكي رئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب. سعادة النائب بعد التحية، المرأة البحرينية في التنمية الوطنية مسيرة ارتقاء في وطن معطاء، عنوان شامل ينسجم مع مسيرة تقدم المرأة البحرينية ومساهمتها الفاعلة في التنمية بمختلف جوانبها. ما المميز أيضا والمختلف في مناسبة يوم المرأة البحرينية هذا العام؟ السلام عليكم. طبعا المرأة البحرينية واجهت الكثير من التحديات والعقبات المختلفة اللي عاقت تحقيقها للمساواة بينها وبين الرجل أو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أنها بفضل إصرارها وتسلحها بالعلم وإثبات حضورها في مختلف الأصعدة حققت في السنوات الأخيرة إنجازات هامة للغاية في طريق تحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل والوصول لتكافؤ الفرص في تقلد كافة المسؤوليات والمناصب وبمختلف المجالات، مع تفاوت حجم تحقيق هذا الهدف بين بلد عربي وآخر. نحن في مملكة البحرين بفضل الدعم اللامحدود من لدن جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وكذلك قرينة جلالته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حققت المرأة البحرينية نجاحات مبهرة على مختلف الصعد وضربت مثال مشرق للمرأة العربية بتقلدها مختلف المناصب، وأهمها وهي حاليا تترأس السلطة التشريعية برئاسة معالي فوزية بنت إبراهيم زينل في مشهد يجسد الحضور المميز للمرأة في مملكة البحرين، وهي نموذج متميز للمرأة العربية. وبمناسبة يوم المرأة العربية لابد من توجيه أسمى آيات الشكر والعرفان لجلالة الملك حفظه الله ورعاه وقرينة جلالته صاحبة سمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على كل ما قدموه من رعاية ودعم للمرأة البحرينية، والتي ما كانت لها أن تصل لهذا الكم من النجاحات والتميز دون هذا الدعم والرعاية الكريمة. نعم سعادة النائب كلثم الحايكي رئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.